الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، أيها السيدات، أيها السادة، جاءت لحظة الوداع لتعود بنا الذاكرة إلى يوم قدومه إلى مجموعة مدارس ولاد حسين، وكله حماس وعزيمة ومسؤولية وإقدام على التغيير إلى الأفضل والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وانا غالبا كما تعرفون الاخوان دائما شويه فيا الجراه في الكلمات ديالي وفي التدخلات ديالي، ولكن اليوم صراحه اعجز كيعجز اللسان ديالي باش نتكلم بهذه المناسبه الكريمه. شنو ممكن نقول في حق السي ناصر؟ السي ناصر ما كانش غير مدير، كان مدير وكان اخ وكان صديق وكان فيه كل الصفات اللي ممكن تلقاها في انسان. يعني هو ما كانش تيتعامل معنا كرئيس والمرؤوس، كان تيتعامل معنا كاخوه. واهم حاجه الصراحه كتعجبني فيه ان غير تيغير على التلميذ، ما تيقول لك حنا ما نضيعوش ولاد الشعب، راه تنضيعوا راه من ناحيه الله ومن ناحيه ولاد حنا مغاربه كي تنبغيو الخير لولادنا ما نضيعوش ولاد الشعب. كان تيتخاصم معنا وغوت علينا على الوقت ولا سميتو دائما على التلميذ، ما عمرو غوت علينا على شي حاجه تتهم مثلا امور اداريه او على المسائل التربويه وعلى الخدمه مع التلاميذ. وحنا نتمناو ليه الله يكمل المسيره ديالو على خير. هو الصراحه راه كان خونا، ما كانش حنا بقى فينا المعامله ديالو، يعني كان ما كانش يتعامل معنا كمدير، كانت الى مرض شي حد يبكي عليه يسول عليه، والله يكمل عليه بخير والله يجعل المسيره ديالته تكون ان شاء الله موفقه، والله يعطيه داكشي اللي زرع في الوليدات وبغى الوليدات الناس يجيبوا لي الله في وليداته. شكرا. ما وجدت فيه إلا واحد المجموعة ديال المواصفات: المدبر الحكيم، المدبر الذي يشرك الآخر، يؤمن بالتدابر التشاركي، يتميز بالتواصل، بالانفتاح، بالاستشارة والإشراك والاختلاف، ودائما الذي يهمه هو مصلحة التلميذ والارتقاء بالمنظومة. أكثر من ذلك يتميز بالعمل الجمعوي والإنساني. أكثر من ذلك أنه يساهم في واحد المجموعة ديال المجالات كالكفيل، كتكوين الاطر الاداريه، مسلك اطر اداريه، واحد المجموعه ديال المحطات تنميه التعاون المدرسي. بكل صراحه انسان عبد الله ناصر انسان خدوم، نتمنى له التوفيق والله يوفقه. و بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكل صراحة أنا فوجئت بالعمل الجبار والتكريم الكبير اللي قاموه الهيئة ديال التدريس بمجموعة مدارس ولاد حسين، اللي بحقيقة هو اعتراف بالجميل، واللي بكل صراحة هو ليس تكريما لمدير مجموعة مدارس ولاد حسين، وإنما هو تكريم لجميع أستاذات وأساتذة المغرب وأساتذة إقليم الجديدة بالخصوص. فالفضل كل الفضل كيرجع للطاقم التربوي والساكنة المنطقة ومجموعة من الفعاليات اللي أقامت هذا الحفل البهيج. وبكل صراحة أنا كنشكر كل الإخوان وكل الأخوات اللي ساهموا من البعيد أو من القريب.
بصراحة المدير عبد الله ناصر كان ماشي غير مدير، كان أب وكان صديق وكان أخ وكان كل شيء في المؤسسة، كان هو نور المؤسسة، وكان كان ملي كيوقع لنا شي مشكل كنمشيو عنده، وهو كان كيشاركنا المشاكل ديالنا وكيقول لنا شوفوا حنايا راه أنا ولد البادية وعارف مشاكلكم وأنا غادي نحل داك المشكل وغادي ندير داك المشكل. وبصراحة حنا ما سخيناش به، ولكن الله يكمل عليه والله يعاونه. وكان في الحقيقة نعم الابن البار لي ولوالديه، ومسيرته الدراسية كانت ممتازة، وكان إنسان اجتماعي، وكان دائما كيضحي بالوقت ديالو في سبيل الأهل وفي سبيل الناشئة وفي سبيل التلاميذ وفي سبيل كلمة اللي غادي نقول في حق هذا المدير، انا ماشي قريت عنده ولا حضرت ليه في المهنة ديالو، انما عايشته في مجال التنشيط. بصراحة كان كيجري وكيجري وكيسهر وخلص من جيبه. صراحة انا كنشهد بها غدا قدام الله بان السيد عطى من جيبه في حق اساتذة، في حق تلاميذ، في حق مدارس، سهر على التنمية في جميع المجالات الثقافية والفنية والتربوية. صراحة عبد الناصر يستاهل أكثر من هذا التكريم، يستاهل أكثر، يستاهل أكثر، وهادشي اللي تقال فيه قليل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.